مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. قام العديد من المستكشفين بالذهاب إلى القارة القطبية الجنوبية، وهذا ما ساعدهم على التوصل إلى العديد من الاستكشافات الرائعة التي تمكنهم من معرفة بعض من الأشياء الغريبة التي توجد في هذه المنطقة التي تغطيها الكثير من الثلوج. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الاكتشافات الرائعة التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا لنبدأ. الاستكشاف الروسي. من خلال استخدام خاصية المسح الحراري، استطاع مجموعة من العلماء الروسيين مسح هذه المنطقة التي توجد في القارة القطبية الجنوبية. اتضح أنها تحتوي على الكثير من الأشعة الحرارية التي تؤكد على وجود مخلوقات تعيش في هذه المنطقة، بالرغم من أنها تحتوي على الكثير من الثلج والظروف المناخية والبيئية الصعبة. وهذا ما قد دفع العديد من العلماء إلى محاولة البحث المستمر لكي يتمكنوا من التوصل إلى أي من هذه الاستكشافات التي سوف تساعدهم على التعرف على هذه المخلوقات ودراسة الخصائص الخاصة بها. شقائق البحر. هو حيوان بحري رخوي سام ذو شكل يشبه الزهرة، له العديد من اللوامس السامة. يعيش هذا الحيوان على أعماق لا تتجاوز 50 متراً تحت سطح الماء، ويعيش في المياه الدافئة التي تتراوح حرارتها بين 32 إلى 80 درجة مئوية، ويمكن أن يصل عمر هذا الحيوان إلى ما يقارب 50 عاماً. ويقال أن هذا النوع من الحيوانات قادر على المعيشة في الظروف البيئية والمناخية الباردة على عكس طبيعته، ويظهر جسمه باللون الأبيض وبالشكل اللزج كما لو كان مقلوب. ويقال أنه تم اكتشافها بالصدفة عندما كان يحاول العلماء القيام ببعض من الاختبارات أسفل طبقة الجليد على عمق 300 متر، وهذا ما قد جعل العلماء يتوقعون اكتشاف مجموعة أخرى من المخلوقات البحرية التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية على أعماق ونحن لا نعلم عنها أي شيء. البكتيريا الآكلة للنفط. عندما نذكر القارة القطبية الجنوبية، من المؤكد أن أول ما يخطر في بالك هو البطاريق والدب القطبي، ولكن يركز العلماء على الكائنات الدقيقة التي تعيش في هذه المنطقة والتي لها القدرة على القيام بعمل أشياء غريبة جداً، حيث يقال أن هذا النوع من البكتيريا التي تم اكتشافها لها قدرة على القضاء على التلوث الناجم عن الانسكابات في استكشاف النفط في المحيط وتراكماته. وكان يحاول هؤلاء العلماء إجراء بعض من التجارب لاستكشاف لو كانت هذه البكتيريا قادرة على إنقاذ الأرض من النفايات والتلوث المستمر، وهذا ما يجعله واحدا من الاستكشافات الرائعة جدا التي سوف تساعد على تقديم الكثير من الخدمات إلى البشرية والقضاء على التلوث بدرجة كبيرة. القارة القطبية الجنوبية تزداد ارتفاعاً. يقال أن الطبقات الجيولوجية التي توجد في القارة القطبية الجنوبية تنمو بمعدل 4 سنتيمتر سنوياً كل عام، وهذا ما يؤكد لنا على أن كمية الجليد تزداد بطريقة مستمرة. ويقال أن الحمم البركانية المنصهرة التي توجد أسفل القشرة الأرضية في القارة القطبية الجنوبية تزداد بطريقة مستمرة، وهذا ما يجعل الطبقات الأرضية التي تكون القارة القطبية الجنوبية في تزايد مستمر، مما يجعل الجليد ينمو باستمرار. ولكن هذا يعني أنه من الممكن في يوم من الأيام تزداد نسبة الجليد بدرجة كبيرة وتتعرض إلى الانصهار بسبب الكمية الكبيرة من الحمم البركانية، وهذا ما سوف يؤدي إلى تكوين فيضانات خطيرة وسيول سوف تدمر الكوكب بالكامل. اكتشاف جزيرة جديدة. مؤخراً على سواحل القاهرة القطبية الجنوبية، ويقال أنه تم اكتشاف هذه الجزيرة بعد ذوبان الجليد، حيث يعتقد العلماء أنها كانت تختبئ أسفل هذا الجليد، وبسبب الذوبان تم الكشف عنها وعن النهر الجليدي. ولهذا قام العلماء بأخذ مجموعة من الصخور من هذه الجزيرة لدراستها وتحليلها ومعرفة بعض من التفاصيل القديمة عن القارة القطبية الجنوبية، وهذا ما مكن العلماء في وكالة ناسا من دراسة بعض من الخصائص التي تم تصويرها باستخدام الأقمار الصناعية عن هذه القارة القطبية الجنوبية، وذلك بعد التعرف على هذه الصخور وتحليلها. إنسان آلي يتجسس على البطاريق.
تبدو من الأشياء الغريبة جداً التي قام بها العلماء، حيث قام هؤلاء العلماء بإرسال هذا الإنسان الآلي لكي يتحرك بين البطاريق ويكون قادراً على التجسس عليهم ومراقبة أفعالهم. يمكن التحكم في هذا الإنسان الآلي عن بعد، كما أنه قادر على الاقتراب من هذه الكائنات ومسح البيانات الخاصة بهم. وفي الحقيقة أن البطاريق لا تشعر بأي خطورة أو خوف من هذا الإنسان الآلي، وهذا ما يجعل العلماء قادرين على الحصول على البيانات اللازمة باستمرار، وكيف يمكن لهم تناول الطعام والصيد والمعيشة في هذا النظام البيئي المختلف. حيوانات الفقمة تساعد العلماء والباحثين. في بعض الأحيان يتعرض العلماء والباحثين إلى الكثير من الأضرار بسبب الظروف المناخية والبيئية والانهيارات الجليدية التي تحدث في القارة القطبية الجنوبية، ولهذا يحاول العلماء توظيف التكنولوجيا واستخدامها مع الحيوانات، حيث أن هذه الحيوانات لها قدرة كبيرة على المعيشة في هذه الظروف على عكس البشر. ومن خلال هذه التقنية وهذه الأساليب التكنولوجية الحديثة، يستطيع العلماء جمع المعلومات الهامة دون أي أضرار تحدث لهم، وهذا ما قد مكن العلماء على الوصول إلى الكثير من التفاصيل والمعلومات الرائعة من خلال استخدام الحيوانات بطريقة آدمية للغاية. وبالفعل استطاع العلماء الوصول إلى معلومات لا تقدر بثمن، وهذه المعلومات سوف تساعدهم على تفسير الكثير من الأشياء الغريبة، بالإضافة إلى معرفة الكثير من المعلومات والبيانات عن درجات الحرارة في المياه ومستويات الأملاح والتيارات المحيط في القارة القطبية الجنوبية، حيث يقال أن حيوان الفقمة له القدرة على استكشاف مساحة تصل إلى 600 كيلومتر، وهذا ما يعني أن استخدام هذه الحيوانات سوف يمكن العلماء من جمع معلومات هائلة بطريقة سهلة للغاية. كيف تسرع عمليات البناء ويتم إصلاح الطرق؟ أن لبلاد بلا أنهار أن تنتج مياه الشرب. ماذا يخبئ لنا المستقبل من اختراعات؟ وما هي مهارات العمال المبدعين؟ الفضول سمة العباقرة، يجعل عقلك منفتحاً للأفكار الجديدة ويفتح أمامك عوالم وإمكانيات لا نهائية. ووسط ملايين المصادر والمعلومات، فإن مصدراً واحداً يجمع المعرفة مع المتعة، وهو كل ما تحتاجه. اكتشف نهر يتدفق بالمعرفة، نتقصى فيها الحقائق ونتعمق في البحث لنمنحك أدق التفاصيل بأبسط المفاهيم. تعرف على العالم وأنت أمام شاشتك. كيف تقوم البنايات وتصنع الآلات؟ أمهر العمال وأفضل التقنيات، طرق التصنيع ومهارة التطوير. اكتشف، أشبع فضولك وافهم كيف تعمل الأشياء من حولك. اشترك الآن واستمتع بالمعرفة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.